استاذ بليغ، القرار اللي خده فيتوريا واللي يعني اجراء اتاخد بحق 3 لعيب، هل ده بيحط على الانديه ضغط ما؟ يعني هل مثلا نبقى بقى منتظرين ان النادي الاهلي ياخد هو كمان قرار بخصوص ال2 لعيبه بتوعه؟ طبعا مش هنتكلم عن النادي ضمك السعودي، خلاص ده مش نادي مصري، لكن الاهلي عنده 2 لعيبه اتوقع عليهم الجزاء، هل احنا نتوقع مثلا ان الاهلي كمان بيوقع عليهم جزاء او يعنفهم او يطلب التقرير من المنتخب زي ما سمعنا وكل القصه دي، ولا خلاص برضه هو موضوع اتقفل كان ليه علاقه بالمنتخب ورجعوا النادي ما عملوش اي مخالفه في النادي يبقى خلاص كده الموضوع؟ طب خليني ارجع معاك شويه لفتوح وصبحي. مجلس اداره نادي الزمالك طلع قال لك لا المفروض ما يضمهمش، واحنا كنا ايه، وقال لك في اجتماع كان تقريبا يوم الاثنين قبل المعسكر والناس كلها توقعت انه بيبقى في كلام، والمتحدث الرسمي برضو بتاع الزمالك بيشد شويه بتصريحات بيثير قلق. فشفنا اللي حصل، انه مجلس نادي الزمالك بصراحه اتخذ قرار محترم، قال لك اتخذ القرار هو الايقاف شهر وارسال تقرير للمنتخب، لا قال لك احنا ما تحدثش ان احنا مستائين وانه ما كانش في قرار، لانه ده برضه هياثر على علاقه المنتخب واللعيبه والجمهور. فنادي الزمالك تعامل مع الموضوع مجلس اداره نادي الزمالك باحترافيه، خلاص احنا بعتنا التقرير وحسب رؤيتك. فالراجل لكن رؤيته هو اختار فتوح واختار صبحي، خلاص وجهه نظره تحترم. وفتوح الراجل في الماتش اثبت نفسه، والناس كلها قالت، كانت تقول لك حمدي ولا فتحي، الناس كلها تقول لك في البطوله الامم افريقيا محتاجين ظهير الادوار الهجوميه عنده افضل. اللي حصل برضو بعد الايقاف الثلاثي انها طلعت اخبار النادي الاهلي مستاء، النادي الاهلي متضايقين ازاي يحصل مع لعيبته الكبار كده، لكن طلع خالد بيبو بصراحه برضو اتكلم بموضوعيه، قال لك ان هو احنا استفسرنا عن اللي حصل وده من حقنا، لكن نحترم قرارات الجهاز الفني ولا نتدخل في شؤونه، حط يعني 100 خط تحت لا نتدخل في شؤونه. يبقى علاقه اللعيبه بالمنتخب دي علاقه المدير الفني، طالما لم يفعل لاعب يعني خطا اخلاقي يعني بحت يستوجب عقابه في التحدي في المنتخب او يستوجب عقابه في النادي، لانه لو تم اتخاذ اجراء ضد عقوبه تاديبيه صارخه فالمنتخب بيبعت للنادي، والعكس النادي لو في عقوبه تاديبيه صارخه بيبعت لاتحاد الكره، واتحاد الكره كمان بيستدعي اللاعب ويحقق معاه ويتم ايقافه ويتم ارساله كمان عشان يتم ايقافه دوليا. ده ما حصلش، لان الامور كلها فتوح كان تم في خطا برضو، امور متعلقه بامور فنيه، عدم الخروج من المعسكر. روي فيتوريا قال لك انا يعني ده شاف هو رؤيته هو ان هو لم يكن خطا مثلا جسيم يستحق ان هو ايقافه الدولي. نفس الامر النادي الاهلي هي عقوبه تاديبيه لعدم الجديه في التمرين، النادي الاهلي برضه لم يرى انها عقوبه انها خطا جسيم يستحق ايقافه من النادي الاهلي. الموضوع انتهى على كده في النادي الاهلي، ورجعوا واتمرنوا في النادي الاهلي والموضوع انتهى تماما، ولا يحتمل حديث اكثر من ذلك. تمام استاذ احمد، ناخد بقى الجانب الثاني اللي هو الجانب الفني. انت عندك 3 لعيبه كبار يعني متاخدين في قائمه منتخب في تصفيات كاس العالم، ولاعيبه كبار ولاعيبه اساسيين في فرقهم وبيقدموا مستويات كبيره، امام عاشور وطارق حامد في وسط الملعب وحسين الشحات في مركز الجناح. انت برؤيتك الفنيه لو ما انضموش لقائمه المنتخب في امم افريقيا، باعتبار طبعا هيفضلوا في نفس قمه مستواهم والعطاء مكمل وكل حاجه، انت شايف انه المنتخب محتاج ال3 لعيبه فنيه برؤيتك انت بعيدا عن فيتوريا؟ لا، محتاج لعيب واحد اللي هو امام عاشور، غير كده مش محتاج ولا حتى طارق حامد. حسام لك القصه. عرفت اللاعب التاني بقى خلاص. لا هو هو اه ده بيتكلم عن رؤيتهم. هو هو مش يعني هو فنيا يعني انت هتلاقي هناك في النني، في حمدي فتحي، في كتير، والزملكاوي دلوقتي يقول لك طب طارق حامد، طارق حامد لعيب كبير بس في 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 كذا واحد في الحته دي، لكن هي الدور بتاع امام اللي ممكن يكون اللي محتاجه اكتر لو من الثلاثه، يعني لو هتقول لي اختار من الثلاثه هيبقى امام عاشور. يعني انت لو عندك مثلا في مركز 6 طارق حامد والنني ومروان عطيه، 3 بتختار منهم 2؟ لا مش انا اللي بختار، لو انا بختار انا هختار طارق حامد قبل الـ2. انا بتكلم عن بقول على فيتوريا. لا لا رؤيتك انت، لا رؤيتي انا طارق حامد طبعا. يعني انت لو انت اللي بتختار تختار طارق وامام. انا اختار طارق حامد ايه؟ طارق وامام ولا طارق بس؟ لا طارق بس. لا طارق وامام طبعا. طارق ما انا بقول اللي ما حدش يقدر ينكر ان امام عاشور ده لعيب كبير. ايوه بس بقى بين قوسين حط حقيقة اللي انت عايز تحطه من هنا لبكره، لكن لعيب كبير. لا هو حتى فنيا مع الاهلي احسن لعيب في الاهلي الفتره دي. امكانيات عاليه، امكانيات عاليه، اللي بقى يقدر يتعامل مع التفاصيل اوكي، لكن انت لو هتحط طبعا الـ3 دول اللي بقول لك اللي هو فيتوريا اكتر واحد هيحتاجه، هيحتاج امام. استاذ بليغ نفس السؤال. هو بس هو انت عندك المشكله انه برضك مركز 6 ده محتاج واحد عنده شراسه شويه في اللعب، يعني ما يبقاش لاعب
يعني طبعه هادي كده يعني محتاج شراسه. فطالع حامد كان بصراحه بيبقى في الحته دي ولقب بالمسمار عشان الحته دي بيبقى عنده شراسه، لكن هي سنه الحياه، العمر بيتقدم. طارق حامد ادى وكان من اللعيبه اللي هي ثابته في المنتخب وكاس عالم وكاس عالم ولا واللعيبه يا استاذ احمد اللي دايما تقول لاعب تبقى في لعيبه مستواه بيروح ويجي، يعني طارق حامد ده مستواه ما شاء الله الزمالك عالي، طارق حامد معلش ما بيقلش، معلش زي كده. فطارق حامد من اللعيبه اللي مميزه، لعيبه من اللي لكن هي سنه الحياه ان هو ما فيش لعيب بيستمر بنفس العطاء ونفس القوه، ومركزه محتاج برضه يعني خلاص بيبقى رمانه الميزان في نص الملعب، يعني تحركات وانطلاقات. فاعتقد طارق حامد زي ما قال الاستاذ احمد يعني صعب ان هو يكمل في المنتخب الفتره، ليس للامر متعلقه بامور التدريبيه لكن هي رؤيه فنيه. انت بتتكلم عن رؤيتنا احنا في الاخر يبقى ده قراره هو، يبقى صاحب القرار هو. المركز ده يعني زي ما قال برضه الاستاذ احمد اتفق تماما ان هو محتاج امام عاشور في نص الملعب. امام عاشور لعيب لما بيلعب بيركز بيبقى ماسترو، يعني بيبقى ماسترو، بيبقى لعيب بيلعب بدماغه، بيقدر ينقل الهجمه، بيقدر يوقف الكره في الوقت، بيقدر يعني يدي نفس للعيبه بتاعته، رؤيته حلوه، بيعمل ثنائيات مع بعض اللعيبه. شفناه هو لما كان مع زيزو استاذ احمد في الزمالك كان عامل ايه، شفناه مع كهربا في النادي الاهلي ايه، شفناه لما بيلعب في المنتخب برضه بيظهر بشكل جيد. فامام عاشور خلي بالك برضه انت بتتكلم مش على البطوله، بتعدش المنتخب لبطوله امم افريقيا بس اللي بعد شهر، انت كمان رؤيتك لكاس هو العالم. هو ده السؤال بقى اللي كنت لكاس عايز العالم. كويس يعني انك فتحت توضيح بس توضيح عشان ايه باللي حاطين انا في الايه. انا ما بقولش، انا ده رايي، ده مش راي احمد خضر على طارق حامد. حضرتك قلت لي لو طارق رايك انا طارق حامد نمبر 1، ده راي انت شايف ان فيتوريا عايز امام رؤيته من النبي. تمام، ده رؤيه فيتوريا لصاحب احمد الخضري. امام وطارق ولا طارق بس؟ لا طارق وامام. هو رؤيه فيتوريا بس انا بقول لك ده رؤيتي انا الشخصيه، انا عن نفسي بتكلم ان طارق حامد يعني قدم كتير، انا فاهم الوقت ان هو يعني ايه يعني يستريح.